بتمويل من منظمة اليونسف وضمن حملة العودة إلى المدرسة. دشنا مدير مكتب التربية والتعليم بمأرب محمد مارش ومعه مدير مكتب اليونسف حقي أورسو توزيع الحقيبة المدرسية لأكثر من 26,000 طالب وطالبة. التفاصيل في تقرير الزميل محمد الجداسي. ضمن حملة العودة للمدرسة دشنا مكتب التربية والتعليم في مدرسة النجاح الأساسية الثانوية توزيع الحقيبة المدرسية المتكاملة للصف الأولى من أول إلى ثالث بتمويل منظمة اليونسيف. يشمل المشروع الحقيبة المدرسية أكثر من 26,000 طالب وطالبة على مستوى المديريات ومخيمات النزوح. مدير التربية بمديرية المدينة محمد مارش ومنسق منظمة اليونسيف نبيل البركاني ومدير مدرسة النجاح عبد الله ثابت أكدوا أهمية ودعم العمل التعليمية خلال العام الدراسي 2022-2023. نشكر الأخوة في منظمة اليونسيف على تقديم الحقائب المدرسية لأبنائنا الطلاب داخل المدارس. هذه الحقائب تعمل دفعة كبيرة في قضية العودة إلى المدرسة وتدفع أولياء الأمور بالدفع بأبنائهم إلى التسجيل داخل المدارس. أيضا تعمل عملية تخفيف العبء لأن كثير من الأسر تعاني وضع اقتصادي متدهور نتيجة النزوح، فهي تعمل عملية مساعدة لأولياء الأمور في توفير احتياجات مستلزمات الطالب والدفع بين المدرسة. نحن في هذا اليوم الدراسي الأحد ندشن العملية التعليمية في مدرسة النجاح التي يبلغ عدد طلابها وطالباتها أكثر من 6,000 طالب وطالبة. العام الماضي وصل عددهم إلى 6,300 طالب وطالبة، ونقول أن هذا العدد ونؤكد أنه أكثر من ذلك هذا العام للإقبال هذا الكثيف والكثير. أيضا عام جديد، عام إن شاء الله مليء بالتحديات، ولكن إن شاء الله أن السلطة المحلية والمكاتب التربية ونحن جميعا قد هذا التحدي وسنصمد ونعلم أبنائنا التعليم الصح، العقيدة أيضا الصحيحة التي تخدم دينهم ووطنهم، ولا يستطيع أحد أن يجرهم أو يذهب بهم إلى الخرافات والبدع والشركيات. أولياء الأمور، أن في مدارسنا سواء مدارس الحكومية والأهلية أن يعني يدفعوا بأبنائهم للتعليم وأن يوعوا أبنائهم التوعية الصحيحة بأهمية التعليم، وكذلك أن يتعاونوا معنا في عدم التسرب والإهمال للأبناء والذين يجلسون خارج المدارس في الأوقات الدراسة. فندعو الأبناء وندعو المجتمع المحلي وندعو الخطباء والدعاة أن يدعوا إلى هذا وأن تكون هناك عودة حميدة إن شاء الله لهذا العام. حضر حفل توزيع الحقيبة المدرسية مدير التعليم بالمحافظة أحمد العبادي ومدير مكتب منظمة اليونسيف في مأرب حقي أورسو. حملة العودة للمدرسة وتوزيع الحقيبة المدرسية تأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية ومنظمة اليونسيف من أجل توفير بيئة جاذبة للطلاب والطالبات للالتحاق بالعام الدراسي الجديد. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.